لم يتسنى لنا أن نتعرف إلى أسماء المدن والأرياف السورية قبل وقوع الحرب أو انطلاق الثورة السورية. أخذت المدن تسابق الأرياف والأرياف تسابق المدن في هبة الانتصار للحق ومتعة التعرف إلى الحرية. لم يتسنى لنا أن نتعرف إلى الغوطة التي كانت متنزه الشام ومخبأ العصافير المهاجرة، تعرفنا إليها من خلال براميل النظام والهدايا الإيرانية القاتلة والصواريخ الروسية الصديقة للشعب السوري. كل هذه المنغصات لم تسكت صوت أبو ماهر الذي يجول أحياء الغوطة يغني ويبعث رسائل لمن هجروا، متحديا كل الهجير المتربص بالحياة. ويلي منك يا غربة، خليت الناس برات بلادها تشرب من مر الكاس وترى. يغني أبو ماهر أو يندب أو يهلل كي تبقى الغوطة ممرا آمنا للعصافير المهاجرة ومهجعا صغيرا لحرية يسعى إليها من تبقى من الشعب السوري. جميل ظاهر، العربية.